السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير، يا جماعة شير، يا جماعة شير، أدونا الشير يا جماعة، لأنه صفحة لا بلاغات. الناس زي البدو دخلوا لنا في الصفحات حقتنا وينبزهم، والواحد ما بعرف يكتب عشان تفهم النبزة داير لك ساعة. لما يكتب لك ساعة كلمة كده واحدة عشان انت تقرأ وتفهم قاصد شنو، ده لك ساعة. انت ما بتقدر تكتب وما بتعرف تكتب، انت ما نبز بالهناي، افتح ما بتعرف، في حاجة كده ممدودة لفوق، ازال منها بقال حاجة واقفة لفوق كده، اضغط عليها وسجل ورسل نبز. هاي شير يا جماعة، دون شير. اول حاجة قبلك حذرنا من الفيديو من بدر، قلنا لكم الناس كثيرين من اخواننا اللي كانوا متابعين الصفحة ورسلنا في الماسنجر كلهم كلمناهم وطلعنا في اللايف، نبهنا من الفيديو ان الفيديو ده مضروب شغل بتاع قحاطة وغرف قحاطة وغرف جنجويد بلبس بتاع عمل خاص لتشويه صورة الجيش السوداني. بعد ذاك العصر شفنا القوات المسلحة نزلت التعميم في صفحتها وقالت نفس الكلام، قالت نفس الكلام انه الشغل ده ما عنده به علاقة وده ما اخلاقه، وفعلا لا اخلاق جيشنا واحنا واثقين. قبل ما يطلع نحن بننفي ليه؟ لانه احنا عارفين اخلاق جيشنا. انا شايف في حملة في اخلاق الجيش بالذات في صفحة خال الخيابة، الدول القحاطي الغزر كلب المنظمات برضو بيكتب الجيش بيسرق وسرقات وناي. سرق بيت ابوك ولا سرق بيت امك؟ تعال ورينا سرق بيت منه وعرفتوا كيف الجيش مكتوب فيه جيش. ما اي واحد ممكن يلبس اللبس ده بقى ساهل، ما حدين الجنجويد لبسوا اللبس وعملوا عملية لا اخلاقية عشان ينسبوها للجيش. عملت تحقيق معاون يا خال الخيابة، جبته ولميته وحققت معاون، طلع انه قالوا فعلا في جيش سرق. احنا عارفين جيشنا ما بيسرق، ولو شفنا هذاك جيشنا احنا ما بنصدق. دي حقيقة، ده حقيقة. ممكن يكون قحاط لابس لبس جيش بيسرق عادي، اصله ولا لف ولا دوران، بتعملوها والله تعملوها. ممكن قحاط يلبس لي بالجيش ويصور من بعيد يقول له صورني انا بسرق وننزلها نقول ده الجيش، وحقيقه بتعملوها لانكم عديمين شرف عديمين اخلاق. صفحتك من الصباح الناس مع جيش ودعم جيش وفي حرب وانت منزل لك بوست، وانا ما اعرف اللي بتابعك ده يسميهم شنو، قسما بالله العظيم ذول حقير، بتابع حقير هو ذاته حقير. زول قحاطي نجس كلب بتاع منظمات بيصرفوا ليه؟ حيقول لك شنو؟ حيقول لك جيشك سامي، حيقول لك جيشك انتصر، حيقول لك جيشك عنده دافعين ليه عشان يهدم الجيش ده؟ لو هو اساسا مع الجيش ما بقوم جاري برا. ما بشروط، ما بيمشي اوغندا. كلب المنظمات لو مع الجيش ما بيطلع، لكن لانه شغله وظيفته تدمير الجيش زيه زي عرمان، كل واحد ولد عرمان هو. عشان كده ما تجيني تقول لي والله قريته شايل وقال ده زول قحاطي. لما انت تخد كده وتمش معناته انت ذاتك ما عندك عقل، معناته انت ذاتك مخك مقفل، معناته انت ذاتك ما بتفهم، معناته انت جواك قحاطي. دي الحقيقه. انت حتمشي للقحاطة حيقول لك يا سلام جيشك انتصر، حيقول لك يا سلام والله جيشك ما شاء الله عنده اخلاق. بالعكس، اي صفة سيئة حينسبها لجيشك، وكل ما جيشك يتقدم كل ما هو توجه. الناس زي بيلبسوا لبس الجيش بيعملوا اي حاجة، بيلبسوا لبس الجيش بيعملوا اي حاجة. وقلت لك انا اثنين في الجيش ما بيقعدوا، انتوا كلكم دخلتوا خدمة الزامية ودخلتوا دفاع شعبي وعارفين الجيش ده فيه اثنين ما بقعدوا فيه، طوالب ودوهم بيمشوا منو منو الحرامي وبقال.
الحرامي وبقال ديل ما عندهم مكان في المعسكر. انا كذاب ولا صحيح؟ صحيح. اذا اخلاق الجيش شنو؟ دي اخلاق الجيش، تربيتهم كده. ده سنه اولى جيش معسكر، اثنين ما بقعدوا في المعسكر ولا بيتدربوا ولا بيقبلوهم، الحرامي وبقال. كيف تجيني تقول لي بعد الهناي ده كله بعد المعركه والناس بتموت تجيني تقول لي والله قالوا وقالوا؟ قال منو؟ اللبس، ما اللبس ده بيقوا اشتروه عديل يسووا به جرائمهم، اشتروه سووا جرائم حقتهم. شير يا جماعه، لانه البلاغات يا جماعه احنا بنقول شير والبلاغات، الشير والبلاغات يا جماعه، شير ادونا شير. الناس دي بيجيبوا اللبس بيعملوا به جرائمهم وبيجي ينسبوها للجيش. العربات ذاتها، العربات بدوا يضربوها لون الجيش، العربات حقتهم ذاتها بدوا يعملوها لون الجيش. ودي الحقيقة. احنا بنقول لك الكلام ده ما عشان ندافع، لا لا، دي الحقائق، دي الحقائق. احنا ما شايفين الناس دي مشوا الحصحيصة، فصلوا لبس، عملوا الجريمة اللي عملوا بها بتاعت محمد صديق، الشهيد محمد صديق كان بيلبس نفس لبس الجيش. الكلام ده اللي بنقوله لك ما ساي بدع ساي كده تلص، لا، أدلة وبراهين. عشان كده ما يجيك زول الآن يقول لك، حتى لو الزول ده همه جيش بتواصل مع أي زول قيادات بيتكلم معهم يقول لهم والله في حالة كده كده كده، ما بجي أشهر بجيشي عشان واحد جندي، أنا بكرم مليون جندي. عشان خاطر شهيد أنا بكرم مليون جندي. ودي الحقيقة. ما تجيني تقول لي ده متابع للجيش وبيسرق وبينهب وبقول ده كده، ده ما تابع للجيش ولا بيدعم جيش. مهما كنت منو والله لو لابسها دبوره بتهم في الجول ده بتقول ده شفته وشوف عندك حاجه جوا الجيش، امشي اتصل تواصل معاهم كلمهم. انت كده نقول والله خايف على الجيش، همك الجيش، لكن تكتب لك بوست حدادي مدادي كله بس في الجيش سرق والجيش كده، وهي زادت السرقات وزادت النهب وزادت الهناي وزادت الهناي ذاتها، زادت البيوت تحت الدعاره حقتكم زادت، بيوت دعارتكم ما شاء الله اشتغلت وزادت، ما شاء الله اشتغلت وزادت. عشان كده ما يغشوك وما يسوقوك بالكلام المحسول. الناس دي شفت القحاط ده مخدر، تعرف المخدر؟ قعدت سمعته بيقنعك. أنا بقول لك حقيقة. ليه؟ ليه؟ لأنه دارسين الشغل اللي يقنع ده، بيخشوا بدرسوهم كيف يقنعوا الفارة. عندهم مادة اسمها كيف تقنع الفارة. والله العظيم يدرسوهم كيف الإقناع وكيف يخاطبك وكيف يجيك وبيوين، وأنت ما دارسها ولا حافظها، بيجيك بهنا بيجيك بهنا، في النهاية بدخل حتى لو ما مشت بتاخد بتكون جواك عمل لي حته، المره الجايه بيجي يزيد حته، المره اللي بعديها بيزيد حته، لما اتصل المرحله اللي هو دايره. الكلام ده بنكلمكم به لانه ده حقيقه، غرف شغاله كده. الخطاب اللي بيشوفه بيخاطبوك وكده ويساقوا الناس دارسين محضرين فيها، اخذين فيها كورسات، غرف عديل ماخذين فيها كورسات. حتى في التعليق دي ما بعلقوا لك ساي، انت قال التعليق اللي بعلقوا لك القحاطي؟ لا، عندهم فكر، عندهم اسلوب، عندهم طريقه. واحد جا كتب فوق، الباقي كله جا عمل تحته برنامج منظم. ده شغل. انت ما انت بتمشي تعمل نفسك عارف وبتسمع؟ لا، الناس دي بيسوقوك بلايف واحد ببوست واحد، يقنعوك يجي واحد تحت تلقى معلق تحت 10 لوائل ديل كلهم ايجابيات للمحل اللي دارين يجيبوك فيها، وسلبيات للحته اللي دارين يبعدوك منها. عشان كده احنا صاحيين لهم في صفحاتنا، شفت بنقعد نحرس تعاليق كده، اي تعليق بنعرفه بدو طوالي بنشوتهم حافظينهم. دي مدرسه العملاء ومدرسه الوهم. عشان كده ما تمش تقعد كل دقيقه جايب لنا بوست من هناك تقول لنا والله قالوا 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 منو؟ انت عندك شكك في جيشك ده انه بيسري؟ عندك شكك في جيشك ده يسرقك، يسرق له دولاب ويسرق له ثلاجه ما يمشي يبيع ب 6 مليار 7 مليار؟ ما يا هو ده ذنب وده ذنب، ده ذنب وده ذنب، وقتهم شله ثلاجه وشله
مسجل قديم ولا شيء ليه هنا قديم ما يمشي بيه للجنجويد ديل ما بيدفعوا له 5 6 مليار 7 مليار وصفروا حارستك تلايتك انت وتلفزيونك انت وزيرك انت عشان يجي واحد تافي خال خيابة الرمة ما عنده شرف ولا عنده ضمير عشان يقعد يشيل يا اخو معقولة عشان كده الناس تكون واعية الوعي ده ما كلام بيتقال ولا بوست بيتكتب الوعي ده فهم انه الناس ديل هدفهم يدمر الجيش جاك ومشى معك في طريقك ده بدمر الجيش بيسوقك حتة حتة لما انتصل منطقة بنحارب بيك بالحتة الدائرة عشان كده ما تجي تقولوا والله ده كده قبلك الفيديو مجرد ما جانا عرفنا شغل قحاطة قبل ما يجينا الجيش يقول لنا الشغل ده ما حقي نحن طلعنا قلنا كده بنعلم الغيب لا لأننا عارفين جيشنا وعارفين أخلاقه عارفين جيشنا وعارفين أخلاقه بننفي الحاجة قبل ما يطلع خطاب من القيادة العامة من القيادة العامة قبل ما ينفوه احنا بننفي وبننفي بقلب قوي في لايف ومباشر وبنقول ده لا ده ما جيشنا ده اسمه شنو ده اسمه صيغة في جيشنا وعارفينه اخلاق وعارفين اي حاجة يعني ما بيلعب عليك قحاطي نمشي نشوف الحاصل شنو أول حاجة تدمير ثلاثة متحركات في الصحراء بمعاونة الطيران والقوات المشتركة في قوات جاية من برا جاية دعم للجنجويد بمساندة الطيران تم تدميرها في الصحراء ثلاثة متحركات ثلاثة متحركات باتجاهات مختلفة المشتركة صاحية واعية عندها وعي كافي وعندها معرفة بالصحراء وعندها معرفة بالطرق بتاعت ليبيا وعندها معرفة بالطرق بتاعت تشاد وعندها عيون داخل تشاد ودي الحاجة سهلت المهمة أكثر حاجة سهلت المهمة بالنسبة للاستخبارات العسكرية القوات المشتركة عندها عيون داخل تشاد وداخل ليبيا يعني مجرد ما هناك يتحرك طوال التليفونات بتشتغل أيوة سوريات كلهم شغالين ديلك شغالين بعيبة هنا بدون المعلومة يتحرك كده فلان وبقيادة فلان خلاص المشتركة بتتواصل مع الطيران في متحرك بهنا 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 بمشوا يجرموا أكثر حاجة أدت الشغل ده يتغانوا دقة أنه المشتركة عندها عيون في تشاد وعندها عيون في ليبيا في الجنوب الليبي وفي تشاد وأغلب الناس في تشاد متعاونين مع الشعب السوداني ومتعاونين مع المشتركة ومتعاونين مع الجيش السوداني كثيرين بيخشوا يدوك المعلومة لكن ناس المشتركة عندهم معاون علاقات وعندهم معاون صداقات وعندهم معاون لحمة وعندهم معاون حاجات كثير عشان كده بيجيهم معلومات دقيقة مليون المية عشان كده انجغمن ثلاثة اتجاهاتهم مختلفة الاتجاهات مختلفة التوقيت مختلف لكن ما فيهم عربية دخلت ما فيهم تشوين دخل ما فيهم مرتزق طلع القصة دي انتهت الآن الحدود محمية الشغل محمي بالنسبة للعشرين شاحنة دخلت بالطينة يا جماعة بالطينة دي متفق عليه عندنا فيها استخبارات عندنا فيها شغل بتتفتش احنا لو جبي الجنينة نشوك لأنه هناك معي لكن بالطينة ده حقنا اسمع الكلام ده حقنا يعني ما تدقق ما تدقق الطين ما تدقق طوال ده حقنا الطينة معبر الطينة ده حقنا عندنا في استخبارات عندنا في كل حاجة جابي منطقة تانية ده ما حقنا عشان كده الآن تشويم ما في واقف زياء ما في إلا بحيلة زي الحيلة بتاعت اللوائل ديلك الجوق عليك ماشيين ننضموا وينضموا لهم لكن الآن ما في ثلاثة متحركات انجغمهم في الصحراء موضوع انتهى نمشي للنيل الأبيض حصل في ضربات طيران قوية جدا لمخازن بتاعت أسلحة تدمير شامل كامل والتدمير الكبير كان في مدوم عندنا فيديو لكن ما نشرنا كان في مدوم التدمير الكبير دمروا مناطق فيها جنجويد الجنجويد ديل قاموا جارين حتى باقي الحاجات ما شالوها
باقي الحاجات ما شالوها صيجوا. شغل رزع 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 جد رزع جد. بيوت جابوها الواطعة دي مسحوها مع الواطعة، مسحوها مع الواطعة. لا شفنا لنا مواطن الصاب، لا شفنا لنا ناس شكت، لا شفنا ناس الحلة قالوا الطيران جاء، ولا بالعكس صوروهم ذاتهم. الفيديو قاعد موجود منهم دوم. ثلاثة أربعة بيوت دي جابوها الواطة، الجنجويد قاموا جارين والطيران لاحقوا، يعني ما في جري ساي تاني، بينجغموا وبينجغموا. ده بالنسبة ليه؟ بالنسبة لأمدوم شرق النيل. أيضا الطيران كان ضرب ود النعيم وتسعة وتسعين، تسعة وتسعين ود النعيم الطيران اشتغل هناك في الجزيرة، مكان فيه أسلحة وفيه جنجويد كمية كبيرة دنيا زايلي. لسه التفاصيل ما جات، الكلام ده كان العصر. جانا ناس كلمونا، ما واحد لا اثنين لا ثلاثة لا خمسة لا عشرة، كمية من الناس اللي بنعرفهم من هناك كل دول تواصل. بنتأكد من الخبر لما نكون مؤكد من كم نفر، لما نكون مؤكد من كم نفر بيجينا الخبر السليم. 99 ود النعيم مخزن بتاع ذخيرة كبير جدا جدا، وكمية بتاعت عربات وشلة بتاعت جنجويد. كفي الجد، الشغل الجديد شغال، شغل الروسي ما شاء الله تبارك الله شغال، الروسي ما شاء الله تبارك الله شغال، بحري ما شاء الله تبارك الله مدفعية استراتيجية شغالة وطيران شغال وكله. في خبر الناس متداولة ويقول لك انسحبوا من وين، انسحبوا من وين، انسحبوا من وين، ماشيين هجموا على القضارف. هذيك القضارف، هذيك النقع اللي يمشوا، اللي يمشوا هذيك القضارف. يمشوا وين قضارف؟ وين؟ ب 30 تاتشر؟ ب 100 تاتشر؟ اللي يمشوا هذيك القضارف. الناس ديل بيمشوا اهلهم، بيمشوا الضعين. الناس اللي انسحبوا كلهم من اهلهم ديل 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 اولادهم، اولاد الضعين، اولاد المصارين، البيوت زعلانين عليها، اهلهم اللي اتحرقوا هناك، حرقوا الناس الفاشر، ماشيين يجيبوا التار بتاع اهلهم. كل الناس دي بدات تنسحب انسحاب الى الفاش، الى الضعين، انسحاب للضعين. كيكل طلب من الغرى ومن ناسه اي غرية 50 عشان يعوض الخسارة تحت الناس، عشان يعوض الخسارة تحت الناس. اي غرية تجيب لنا 50 ان احنا، وبيعمل شنو؟ بيرسل 5-6 حرامية زي ما حصل في كوترانج، 6-7 حرامية 10 حرامية، وبقول لهم هنا بيجوكم، نقوم ديلك يجون البيشي يا يجون كيكل، يقولون احنا بنحميكم وما بجوكم، نربطون يربطوا ديلك. طبعا الناس تمثيليه، اربطك اربطك، ربطوهم جنبهم ديلك انبسطوا، قالوا خلاص ديل بيحمونا، ما بيحميك، دار استدرجك، يدخل رجلك جوا وجهك، دار استدرجكم، بيستدرج الغورة كده بالطريقة، كل الغورة تحت الجزيرة بيستدرج فيها كده، وما في غرية قالت والله ديك عملوا ليها أنا ما كده، كل الغورة بيستدرج فيكم كده، يرسل لكم هنباتة يسرقوكم بجنبها، بعد شوية يجيكم كيكة للمنغز راكب الحصان الأبيض، انتوا تذكركم يا مرحبا يا مرحبا، خلاص اي والله ما بجيكم حاجه، وديل ما جماعتنا، واحنا حنحميكم، واحنا حنسوي لكم، ونعمل لكم ارتكاز منكم وفيكم، ونسوي لكم، وبعد شويه دايرين سلاح، نديكم سلاح تلبسوا 50 عشان لما نجي نلقوكم نقول تبعنا، بعد شويه يجيك الطيران يقول لك يوديك لله. انا بكلمكم بالحقيقه، كيكل ما عنده حاجه، الان كيكل ما يملك شيء، الناس اللي معه اغلبيتهم دنيا زايله، والبقية مشوا الضعين دنيا زايلي، الباقيين معاه أرباب السجون بتاعنا المخدرات، أولاد الفداديات الما عندهم شرف، أولاد الحرام الما عندهم دين، الحرامية القوادين ما عنده حاجة،
ما عنده حاجة، دارت مش تلحق النازل اركب معهم يومين ثلاثة تلقاها لك دنيا زايدة. دي الحقيقة. الناس ديل بيرسلوا لي 5 6 7 10 شفشافة، لو قلت بسم الله بتطلع روحهم الشفشافة، بتقعد تتفرج ونايم يجيك كيكل بهناك ينغزك. والله العظيم في ناس غرية عسير، الله يديهم الصحة ويديهم العافية ويخليهم لشباب تسلم البطن جابتهم كلهم. بلد عنوان الرجالة، بلد عنوان الفراسة، قسما بالله العظيم عملوا الحاجة الدايرين وفي راسهم، ورجال أولاد رجال جوهم بنفس الطريقة وقال لهم، قال لهم ما دايرين وما دايرين، وجوهم تاني وبالرجالة واستشهدوا منهم 18 لكن ما خلوا حقهم. ما هو ما في حلل، يا تعيش راجل يا تموت راجل، لكن تعيش ديوس وتموت خايب دي شينا. طب حياتك تاني داري بها شنو؟ ميتينك وميتين حياتك دارين بها شنو تاني حياتك؟ وانت داير بها شنو؟ تعيش دلقان؟ تعيش دلقان؟ يا اخي في ناس منطقة، اقسم بالله العظيم اسمع اسمع الكلام ده، ناس منطقة ما حارقون الجنجويد يجركبون، ولا حارقون الجنجويد اللي بيجي كل يوم ينهبون، ولا حارقون الجنجويد طلع فوق ميتينون، حارقون بسيوني جاب المعلومة من وين؟ حارقون بسيوني جاب المعلومة من وين؟ بسيوني جاب المعلومة من وين؟ والله العظيم دي حقيقة، دي الحرقاو، وقسما بالله العظيم لا حارقون الجنجويد اللي بيجي يشيل حقهم، ولا حارقون الجنجويد اللي بيجي يركبون في الحلة، ولا حارقون الجنجويد اللي بيجي يطلع روحهم. حارقون بسيوني جاب المعلومة من وين؟ جبتها من أمك. أزعل أمك رسلت لي قالت لي أولادنا نعاج ما عندنا أولاد، قالت ما عندهم الرجال في الحلة. والله العظيم أنا أكتب فيكم كتاب، خلي الله فأعمل كتاب أسميه بس بغريتكم ليوم الدين. أنتم رجال ولا شنو؟ جنجويد ديل يجوكم كل يوم يدخلوا بيت بيت وانتوا تتفرجوا، انتوا دارين تعيشوا ليه؟ عايشين ليه؟ عشان شنو عايشين؟ والله خير تموت وتقعوا الكنار، امشوا الكنار موتوا، اسمعوا الكلام، تلبوا في الكنار يا نعاج، تلب في الكنار ده موت احسن لك. يجوك جنجويد كل يوم داخلين وطالعين داخلين وطالعين وانتوا قاعدين بتتلفتوا في شنو؟ والحارقكم بسيوني عرف كيف؟ بسيوني بيعرف وعارف اكثر من كده، وانا ما قلت حاجه وكله حاقوله. انت وقت مشكلتك بسيوني عرف كيف؟ تبقى انت والله ديوس، والله العظيم انت ما راجل. وقت مشكلتك بسيوني عرف كيف؟ قسما بالله انت ما راجل، لان انا ذاتي لو جيت معهم بجي اركبك انت اول واحد. يا اخي انت راجل؟ الناس كل يوم داخلين وهمك كيف عرف وكيف؟ واتفضحت؟ فضحت في شنو؟ ما تبقوا رجال تدافع عن نفسكم، ما تبقوا رجال دافعوا عن نفسكم ودافعوا عن اعراضكم ودافعوا عن مالكم. الراجل شنو؟ الراجل جلابيه وشنب؟ الراجل شنو؟ ما يوسع الان ده وقت الرجاله، دار تعمل فيها راجل بعدين تاني ما محترفين بكم الرجال ولا خاتين لكم مع الرجال. دي الحقيقه. القصة ما بس يعرف كيف، القصة انت مالك خيخ، القصة انت مالك خيخ، القصة انت قلبك ماله ميت، القصة مالك انت ما راجل، القصة مالك ما قادر تحمي نفسك وتحمي عرضك. دي القصة. ما القصة انا عارف، انا بعرف والله انا بعرف وعارف الكثير اكثر من كده، اكثر من كده عارف، ولو ما عرفت ما بطلع اخليه ابطل لاني عارف اي حاجه. ودي الحقيقه. في غوره وقفت وسطرت وكتبت اسمها في التاريخ، وفي غوره لا حول ولا قوه الا بالله. دي غوره ما صحت للان، ما قامت من النوم، ما هم الجنجويدي ولا هم يخمع عنه معاهم زول منهم فيهم فيهم عينوه منهم هون ذاتهم عينوه زول من المنطقه من الجنجويد اسمه من السماني. انتوا مزول ده ما تقتلوه حارسين بشنو؟ مش ده يهود جابوا لكم قال لكم ده مزول منكم وجنجويد وبيجي يسرقوكم ما تقتلوه؟ انتوا مرجال ولا مرجال؟ اقتلوه
اقتلوا انتوا الرجال اقتلوا الرمة ده، مش ده عينوا لكم بخطاب كيك قال لكم ده الجنجويد بتاعنا هنا ومزولكم، ما تقتلوا حارسين بشنو، ما تودوا الله حارسين بشنو. تتكلم وتقول والله سبحان الله سبحان الله. المهم في غورة وقفت وفي غورة ما لقيناها. تحترم نفسك وتمسك لسانك، انت اساسا ما ظهرت راجل ما تتفاصح، لانه بندقك والله بندقك بالحق، ولا طلبنا منك تطلع ولا طلبنا منك، لكن ما تتلسنوا. الجروبات بتاعتنا تحت الجزيرة دي كلها عندنا فيها ناس، لانه دي بلدنا الجزيرة، دي بلدنا حقتنا، كل جروب عندنا فيه ناس الا تطلع من الجروب، كل جروبات الجزيرة عندنا فيها ناس الا تطلعوا من الجروبات. تحترم نفسك وتقعد بس تسكت ساي، لما الرجال يتكلموا وانت تسكت، تسكت ولا تتكلم وتخرس، لانه المره الجايه باللسم وبوري الناس باللسم. انت وقت هاميك وراجل وفارس وكده ودار تهدد الناس، هذا قدامك جنجويد اطلع لهم، هذاك جنجويد قدامك يا اخي، عيب والله عيب. المهم الوضع كويس وفي تقدم في كل المحاور، حتى محور سنار فيه تقدم، محور الفاو فيه تقدم، محور المناقل فيه تقدم، والطيران شغال. الشغل الان اختلف بتاع الطيران وكلمناكم. نمشي لحاجه مهمه جدا اللي هو سفير السودان في موسكو عمل اجتماع مع وزير النقل عشان الرحلات الروسية تجي السودان، وده شغل مرتب وشغل جميل وشغل طيب جدا جدا جدا. لازم احنا نتنفس، نطلع نشوف هواء. الان الخارجية حقتنا شغالة، اتحولت 360 درجة، شفنا الحارس، شفنا الشعب السوداني بكرم فيه كيف، شفنا المؤسسة العسكرية كرمته صورته هذيك في الخرطوم وفي المدن. ده الشعب السوداني، لا الحارس ادانا قروش ولا الحارس صرف لنا شيكات ولا رسل لنا رصيد، الحارس ده قال كلام حسينا الكلام ده حقنا كلنا، معناته ان احنا شعب داير عزة وداير كرامة، معناته ان احنا شعب حر، لا دارين مال لا دارين قروش لا دارين إغاثة لا دارين إعانة لا دارين أي حاجة، دارين عزة دارين كرامة. اللي بيجيب لنا عزتنا كرامتنا بنشيله نمجده فوق في السماء، اللي بيدوس عزتنا وكرامتنا وبيبيعها بندوسه بالواطة. احنا ما شعب دايرين قروش ولا شعب داير قاسة ولا دايرين منظمة جينا ولا دايرين نموت من الجوع نسيف التراب، ما دايرين نهائي، ما دايرين. ناكل الطين ده ناكله، بنعيش، شفت اللوكه دي بناكلها بنعيش. احنا دايرين دوله، دايره عزه ودايره كرامه، دوله كلها جوه دمها كله عزه وكرامه. الحان الحارس بقى بطل قومي بين يوم وليله، بقى بطل قومي، لا جانا ادانا منصب لا ادانا ظرف لا رسل لنا حاجه، لانه قال الكلام لامس قلوبنا جوه ولامس. الان الحارس بالنسبه لنا قدام كلام بيمثل الشعب السوداني، الناس كله الشعب السوداني كله مبسوط، الا منو؟ الا الجاليه السودانيه في دوله الشر والقحاطه، ديل ما مبسوطين، الا منو؟ الجاليه السودانيه الموجوده في دوله الشر والقحاطه، ديل ما مبسوطين. هاي طبعا الجاليه طلعت خطاب واحتزر، هاي بتحتزر، ما هاي انت زول راقبك ما حتحتزر كيف؟ زول راقبك وبيصرف عليك حما تحتزر لك كيف؟ ما بيركبك بيطردك، ما انت ما تقدر تعيش، ما خلاص النعمه اللي عنده تاني فارقتها تاني بتموت من الجوع. عشان كده لك حق تطبل ولك حق تصفق ولك حق ترقص بالرقبه ولك حق تعمل اي حاجه، طالما انت خدت عنك لو طردوك من الدوله دي بتموت من الجوع، اعمل اي حاجه. لكن انا بقول عليك لو طبلت لو رقصت لو نططت لو عملت لهم اي حاجه، لو اشتغلت عندهم مدلك بتاع كلاب
بتاعه مدلك الكلاب الجوا، قسما بالله العظيم بيجي اليوم اللي بطردوك، حتفقد السودان وحتفقد نفسك. ليه؟ حيطردوك، حيطردوك لانه وسمي قاعدينك، والله ما حبهم في شكلك ولا حبهم في تعريضك ولا حبهم في تطبيلك، مقاعدينك ورقه بتاع الضغط ما اكثر ولا اقل، ورقه بتاع الضغط. يوم يلقوا من السودان ده ما في مصلحه وما في حاجه وما في زراعه وما في كده وما في كده، بيشوتوكم بالجزمه. ودي الحقيقه، كانت تخطوها الليله بتي يوم من الايام بيشوف الغرارات بتطلع وحتتكرشوا من هناك كلكم، كلكم حتطلعوا. اسمع الكلام ده، كلكم والله حتطلعوا، حيكرشوكم كرشه، والله القحاط يمشي عنده بار هناك في اوروبا، والعنده جواز عنده، والعنده جنسيه برا عنده، انت حتمشي وين؟ حجينا تقول لنا انا ما كنت عارف الناس ديل، احنا كلمناك ونريك الان الدوله اللي انت فيها بتدمر في بلدنا وبتقتل في ناسنا. الدولة اللي انت فيها بتحارب في جيشنا رسمي شعبي ولا بتدس بالعلني، الدولة اللي انت فيها بتدمر بتقتل اي حاجة وانت عارف. المقعدك شنو تاني؟ المقعدك شنو؟ الكرامة ما في؟ عزة النفس ما في؟ ما عندك وطنية؟ ما عندك شرف؟ عشان شنو؟ تاكل اهلك دم الناس المساكين؟ تاكل اهلك الدم بتاع اخوانك السودانيين؟ لا. المفروض الان الناس تخط النقاط فوق الحروف قبل فوات الاوان. بيجي يوم بتقولوا يا ريت، واسمعوا الكلام ده، بيجي يوم بتقولوا يا ريت، لاننا نحن الناس دي اليوم الدين ما عندنا معون على غدا. تدخلتوا اول بند وتشوفوا بعينكم، شفت السفاره اليوم هنا في السودان ما في، الجواز السوداني كل الدول عدد دولتين، دولة الشر وإسرائيل، لأنه ديل أنجس منهم. ودي الحقيقة ولم نجامل فيها، الدولة دمرتنا وحاربتنا ورجعتنا 50-60 سنة لورا، وكتلت ناسنا واغتصابات، وجابت مرتزقة من كل أفريقيا. مستحيل يوم من الأيام نخد يدنا في يدها، مستحيل يوم من الأيام نخد يدنا في يدها، مستحيل يوم من الايام نخط يدنا في يدها. دي الحقيقه، الدوله اللي عملت فينا كده مستحيل يوم من الايام تكون صديقه لنا، ولا يكون بيناتنا تبادل دبلوماسي، ولا يكون عندنا تعشيره لها مباشره. دي بالنسبه لنا عدو. العدو ده شنو؟ الملقين الان في محنتنا دي تاني القبتين، الزول اللي اشتغل بيدمر فينا، جاب لنا كل المرتزقه في افريقيا، دخل السلاح، دخل ما خلى زول، اهلنا طردهم من البيوت، اهلنا الان نازحين بين اثيوبيا، بين جنوب السودان، بين مصر، بين وين بين وين. ده تاني احنا دارين بشنو؟ ما هي منطق الشغله، ما كلام فاضي ولف دوران وكلام ما عنده قيمه. الناس ديل ازونا 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 ازونا، نحن ما قدمنا لهم كده، وبالعكس احنا يوم من الايام نفعناهم وطورناهم وقدمناهم وبقيناهم الناس، ودعمناهم في حروب ونساي، دعمناهم في حروب وديناهم جيوش وحاربوا معاهم. في النهايه رد الجميل يا هند شايفينه ده، الموت والخراب والدمار وعدم الاحتراف بالمؤسسه بتاعت الجيش السودانيه، مؤسستنا بتاعت الجيش السودانيه ده السودان. المؤسسة دي هل وقفت معاون حاربت معاون في عاصفة الحزم؟ دي اللي وقفت معاون، وجنودنا للآن 15,000 قاعدين، قاعدين للآن، وإحنا بنناشد البرهان وبنقول للبرهان يا برهان 15,000 خدتوا ولا شنو هناك؟ المقعدون شنو يا برهان تاني هناك؟ ما في سبب يا برهان، ما عندك سبب تاني، في شنو تاني؟ عندك ناشطين سودانيين داعمين جيشك قاعدين يكاتلوا بالكلمة، لما ما كان عندك إعلام وكنت محتاج ليهم، ولولاهم ولولا الناشطين البلد دي كانت انهارت. الآن محتاجين أنك أنت تقف معاهم بقرارات بشغل بحاجة، 1 2 3 4 ده بيمثلوا الجيش، والجيش القاعد هناك بحمي، معناته اي زول بيحب جديد معناته ده احتداء على الجيش. مفروض تسحب جيشك
ودي الحقيقة. مفروض تسحب جيشك، مفروض تسحب جيشك يا برهان لو انت عندك ذرة بتاعت اخلاق، ذرة كده صغيرة يا برهان لو عندك بتاعت اخلاق، قسما بالله العظيم جيشك تسحبه وتقول لهم الاولاد ديل يطلعوا، لانه ديل قدموا للوطن وكانوا واقفين وضحوا بشغلهم وبوظيفتهم وبراحتهم عشان يقولوا كلمة الحق، عشان يقولوا كلمة الحق، عشان البلد ما تنهار، عشان الجيش ما يتدمر. جد دور الان انت اتحرك، اعمل حاجه، اعمل حاجه. نحن الان بنقدر نحتغل لنا واحد منه ونخده، القيامه تقوم. عندك جيش هناك، اسحب جيشك، اسحب جيشك، خليهم يدخلون جوا يركبون، اسحب جيشك، اسحب جيشك. انت حارس شنو تاني؟ انت حارس شنو؟ حارس السكارة بتاع افريقيا، الخمسة سكارة ديل يجوك عشان تعمل لنا تصالح؟ حارس السكارة، الرؤساء بتاع السكارة ديل بتاع افريقيا اللي ما عندهم شرف ولا عندهم دين ولا عندهم اخلاق، حارسهم عشان يجتمعوا يقول لك تعال لاقي؟ قسما بالله على جثثنا، قسما بالله العظيم على جثثنا، مرة واحدة خليك راجل، مرة واحدة في حياتك خليك راجل، يعمل لك حاجة كده تحس انك انت فعلا انت راجل. ما شوف والله ما شفنا منك حاجة، نظرنا نشوفك انت الان ديل الاولاد جوا ديل بيمثلوا الجيش، ديل دافع عن الجيش بالكلمة، من الناس اللي خلوا الجيش ما ينهار. انت الان دورك شنو عشان الناس دي؟ ما احنا دارين نعرف جيش نحمي بهناك واحتغلوا في ناسنا، تبقى دي احنا عبيد، يا يعني احنا عبيد يا يعني انت تبقى راجل، يا يعني احنا عبيد يا يعني انت تبقى راجل. تسحب جيشك تسحب، وده جيشنا محتاجين له، تقطع ميتين ام اي علاقة مع اي زول ما بقدر السودان. احنا دارين عزة وكرامة، الحارس ده جاب عزة، انت مالك؟ ما قادر، ما بالغ، ما عارف، عارف كلام، ما داير لف دوران دبلوماسيه، داير قرارات بتاعت راجل فارس لابس فريق قائد عام لقوات الشعب المسلحه. لما القائد العام يرتضي بذله شعبه وهوانه، ده ما يبقى ما منه مصلحه ولا منه نفع، ودي الحقيقه. احنا ناسنا بيقوا في السجون من سجن لسجن، ليه؟ عملوا شنو؟ عشان بيدافعوا عن جيشهم؟ مالون سرقوا؟ تلبوا بيت نهبوا؟ تكلموا فيهم؟ ما عندهم، بيتكلموا في بلدهم، بيدافعوا عن بلدهم عن جيشهم. ربنا كتب لهم يكونوا هنا، والدولة محتاجة لهم والجيش محتاج لهم، اسكتوا، ادفنوا دقين، والله لو قطعوا رؤوسنا ما نسكت. الخالقنا الله، والخالق فينا حاجة اللي يشيلها، لكن انت زي ما هون عملوا كده، انت جيب رجع جيشنا اللي خدتيه هناك، رجع الجيش واقطع العلاقات، ما دارين اي حاجه، اقطع لنا بس علاقاتنا رجعوا، طالما الانسان السوداني بيتهان رجع لنا جيشنا. جيشنا ده دارين انه يحمي اهلنا. ما دارين لف ودوران، دارين كلام واحد. مستحيل دوله فوق تلقى هنا عزه وهنا ما في عزه. جزء شغال عزه وجزء بهنا شغال لزه. جزء بهنا كرامة وجزء بهنا مادي كورتو بيشحت. دي تبقى دي ما دولة. هنا دي ما في، هنا ما في دولة ولا في قرار واحد، احنا دارين دولة قرار واحد، راسه واحد، اللي بيقولوا الحارس تقولوا انت. دي الدولة اللي بنعرفها، ودي الدولة المفروض احنا نعيش فيها تاني، ودي الدولة اللي دفعنا ثمنها. الكلام اللي بيطلع من الحارس يطلع منك انت قبل الحارس. اطلع منك دغري قبل الحارس عشان الناس ما يقعدوا يشككوا ويقولوا ده كلام وده سايقينه الكيزان، عشان ما يقولوا البرهان بيقنعوا فيه الكيزان وما حيخلوه يمشي الاجتماع. من الان الاجتماع ده ولا حتشوفه بعينك، ودي الحقيقه. لا كيزان لا ما كيزان، دي احنا وطن، عارفين نفسنا، عارفين الحاصل شنو، وعارفين الناس زي اللي انهزموا في الميدان والان بيفتشوا لحاجه يطلعوا بيها. احنا عارفين الكلام ده. الان انت عندك حلول كثيره، زي ما الناس وقفت والناس الان محتاجه انك تقف معاه، والناس دي عندها اسر، الناس اللي في السجون دي لا قبضوها في بار ولا قبضوها سكرانه ولا قبضوها بتدافع عن الجيش، واقفه دعم للجيش. المفروض هنا يكون عندك دور،
مفروض هنا يكون عندك دور. خليت القحاطة كلهم يضحكوا، شمتانين كلهم، جحفر البقرة وسندال كلهم، انا زي المنتهي كلهم، جبت الطشط وخطيته كلهم يبقبقوا، من بقالهم ليه سندالتهم ليه يحفرون، كلهم منتهيين، كلهم بينهم وبين المرأة، بس الا الحميل، المرأة بتحمل هم ما بيحملوا، لكن واحد نفس الماركة خليته نضحكوا وخليته يقعدوا يتضرعوا ويبلغوا في النشطة، زي ما الجيش عنده حصانة هناك وقاعد بيحمي ديل تبع الجيش، ومفروض يحصل كده. احنا لبتين عزتنا تكون مهدورة بين الناس، لبتين احنا نقعد نفتش في عزتنا وكرامتنا، لبتين بيجينا لما حاجة يتنلقى فيها شعور كده الشعبي بيقول لم صدق، لبتين ما الكرامة ده عنوان معركة، معناته الكرامة ده في أي كلمة تقال كرام، في أي قرار تسوى كرام، في أي تصرف يتسوى كرام، في أي حاجة تتعامل كرامة كرامك، لأنه ده عنوان المرحلة اسمها معركة الكرام. معركة الكرامة في حتة ولا حتة؟ لا كلها كرامة في كرام. عشان كده يا برهان اسحب لنا جنودنا، خاطب الناس دي اللي طلعوا النشطة يشوفوا الجريمة حقتهم شنو، لقوهم مالهم ما دارينهم يخرجوا لهم، ما دارينهم يخرجوا لهم، هاي ما داروا في بلدك خرج له، لكن ما من حقك تشيله تحتغله عشان هو دافع عن وطنه. الواحد لما نمشي ما صح، خرج له وقول له انا ما دايرك، هو بيمش، لكن تمسكوه عشان ما يدافع ما صح. واحنا دولتنا صاعد فوق صانين كده وقاعدين ومتقدمين علينا قبيله جاد قبيله تناي، دخلت قبيله تناي، القبائل دي وين كانت اول الحرب؟ القبائل دي وين اول الحرب؟ لما الجيش ما عنده الا الناس دي الاولاد دي اللي كانوا بدافعوا، وين القبائل دي؟ القبائل دي يا دوب الحرب بدت الاسبوع الفات، الحرب يا دوب بدت الاسبوع الفات، الحرب دي ما شغاله لا سنه وشهرين. الناس اللي بيدافعوا ديل كله نحن حافظينهم، النشطة ديل من أول يوم حافظينهم حفظ، ديل كانوا وابنهم، الناس 24 ساعة شغالة ميديا، لأنه الحرب دي كانت إعلامية، دارين أقنعوا الشعب السوداني أنه ديل الكيزان. الناس ديل وين؟ الناس اللي جوكم كارات كاراتهم ما تكروش، ديل كانوا وين؟ ديل كانوا وين؟ نعم ديل وين كانوا؟ موقعهم وين من الإعراب؟ ما عندهم أي موقع، يا دوب أنتوا دارين تتموبون شغل، دار انت تموبون شغل وتصنعون حاجة لك، ما في كلام زي ده، كلام زي ده ما في، دين ما بيلزمونه ولا دايرينهم. وأعلى ما في خيل أي زول يركبه، أعلى ما في خيل أي زول يركبه، وإحنا دايرين دولة. مفروض الآن يكون اهتمامكم بالناس البرة المقبوضين دين، أسحبوا جيوش من برة، الجيوش دي مخزنينها لشنو؟ الشعب محتاج لجيشه. أنت المأخرك شنو من المعارك؟ سين سؤال، مأخرك شنو من المعارك؟ ما عندك ناس؟ جيب ناسنا برا 14 15 في شنو الحاصل؟ ليه؟ ما دير حقيننا ولا بتاعين دولة تانية؟ حقيننا مستفيدين شنو من القروش؟ ما دارينا جيبهم، عندنا فيها شنو القروش؟ البشيلة منو؟ البتاجر بهم منو؟ البتاجر بهم منو؟ الحرامي البتاجر بهم منو؟ بيكسب معاهم منو؟ احنا ما شفنا قروش ولا قعدنا ناكل الحرام، ده مال حرام، المال اللي بيجيبه ده مال حرام، ده مال بيدمر ما بيطور، ده مال بيودي الاخره ما داير انه، ده مال الارتزاق، ده مال اسمه مال الارتزاق، تعرف مال الارتزاق؟ ده حرام ما داير انه. عشان كده جيب جيشنا، رجع جيشنا من برا، جيب جيشنا من برا يا برهان، جيب جيشنا من برا، ما في سبب يخليه قاعد هناك، انت ما قدر وما قادر وما بتقدر تجيبه، خلي غيرك. الجيش ده مليان رجال، الجيش ده مؤسسة كبيرة عريقة، خلي اي راجل يتقدم احنا معاه، اي لواء في الجيش يمسك السلطة نحن معاه، احنا ما فارقة معانا منو اللي بيمسك، في النهاية الجيش نحن معاه. انت ما قادرين تجيبه وما قادرين تسوه وما قادرين تحفظوا كرامتنا برا، معناته يا برهان تتنحى، ما عندك حل، لانه احنا بنتفرج فيك، هذاك جيشنا قاعد 15، جيبونا الجزيره خلوني حرروا الجزيره، جيبون خلوني ساعدوا كيكل يا كيكل ابن الحرام، كيكل كيكل ابن الحرام، هذاك لا في يتمتع، عندنا 15,000 قاعدين في الجبال وقاعدين وين وحارسين، ليه منو حارسين منو؟ حارسين منو؟
عندنا هنا حرائر، عندهم عروض، عندهم شرف، عندهم دولة محتاجة للجيش ده. مفروض الجيش ده يجي، مفروض الجيش يجي الآن، يجي الآن الجيش يرجع الآن، مفروض جيشك ده يرجع الآن، جيش الدولة السودانية. موضوع منتهي، ولا داير لف ولا داير دور، لأنه الناس تعبت، الناس وصلت، بقينا أي زول داير يعمل ويلقى حاطة بهناك ومحشمين ومشينا ونرحب. وقسما بربي الذي خلقني وخلق الكون كله أقحاطة يا أولاد الحرام، نحن نتمنى منكم نشوفكم في السودان عشان نحرقكم ونحرق أبوكم ونحرق أجدادكم الغدامة ذاته نحرقهم، لأنه كنتوا أوسخ خلق الله وأنجس خلق الله وأحفن خلق الله وألطى خلق الله، وإنتوا جزء من القتل، جزء من القتل وجزء من الموت. قسما بالله العظيم انتوا جزء من القتل اللي بيقتلوا في الجنجويد ده في الجزيره، انتوا جزء شراكه اصيله، شراكه اصيله ما تحلم، ما تحلم يا صايع، ما تحلم يا ضايع، ما تحلم يا رمه، ما تحلم. انت جزء من القتل، انت جزء من القتل، كلكم مواد تتفتح فيكم، كلكم القحاطه، كوادر على اداره على احزاب على أسر، كلكم كلكم وسخ في وسخ، كلكم عفن في عفن، بل سامي حافظنكم، كلكم قتلتوا في الجزيرة، كلكم اختصبتوا، كلكم سرقتوا، كلكم نهبتوا، كلكم هجرتوا، ما في عذر هنا. عشان كده يا برهان طلع الأولاد ديل، اتواصل مع الناس ديل، ألغي الجيش بتاعك، جيب جيشنا برا، احنا محتاجين لك كلام واحد الآن، انت محتاجين، ودي ورقة بتاع الضغط مفروض انت تستثمرها من الاول، مفروض المفروض الورقة دي اول ورقة دي كنت، لكن منو اللي بيعمل انت الله اعلم. انت عارف لو قلت لهم الكلام ده يا الحرب دي توقفوا الناس دي والامداد دي يقف منه، يعني انا بسحب جيش الناس دي كانوا وقفوا زماني، لانه ده قاعدين هناك الان. انت حارس بالورق ده شنو؟ الناس تضغط علينا بكل الاتجاهات وبكل الحناية، واحنا قاعدين نتلفت وعندنا ورقة بتاع الضغط زي دي، انت حارس باشنا ورقة الضغط دي؟ دي ورقة بتاع الضغط عجيبة جدا لو انت استثمرتها صح ولعبتها صح وشدتها صح، لكن انت بمشروع بيقول لك والله ونحن واحد ونحن نحب بعض ونحن نريد، ما احنا ما نحب واحد، احنا نحب نفسنا، نحن ما دارين احد، احنا نحب نفسنا تاني، يا نحب نفسنا نحن، تطلع الناس ديل منه ونقول لهم يا تتكلموا مع الريمم ديل يوقفوا الدعم اليوم، يا انا 48 ساعه انا بسحب جيشي، الموضوع انتهى. ده اللي بنعرفه وده الكلام بتاع الرجال اللي بتفهم، لكن كلام اي كلام غير كده دي ونسه، دي سيمه ونسه سايده، كلام فارغ ما عنده اي قيمه، عينك للفيله وتطعن في الضلله، عينك للفيله وتطعن علينا في الضلله، الضلله ما حباب، عندك الفيله، عندك السفير الريم القاعد داك جنبك، وعندك الجيش حقك هناك، عندك قرارات مفروض تعملها، قاعد تتفرج ما تتفرج، ده ما وقت فرجة. الشعب الآن بيطرد كل يوم وكل يوم بيتهان وكل يوم بيموتوا شباب زي الورد، وكل يوم بيتهان الشعب السوداني وبيذل الشعب السوداني. احنا دارين خطوات عديل نشوفها، 1 2 3 4، دارين قرارات 1 2 3 4 نشوفها، دارين شغل واضح، دارين سياسات خارجية معتمدة على العزة والكرامة، معتمدة على منفعة الشعب السوداني، معتمدة علينا نحن، ما دارين سواقة بالخلا، ولا دارين كلام فاضي، ولا دارين قبائل، ولا دارين لنا كل يوم يدخلين لنا قبيلة، ودارين ده كلام ما باكل عيش، ده كلام ما باكل عيش، جيب لنا جيشنا البر ده، اسحب لنا جيشنا من هناك، جيب جيشنا من هناك، احنا عندنا دولة بتنهار، دولتنا بتنهار يا برهان، دولة سودانية بتنهار، الناس دي شغالين فيها من كل اتجاه، العالم كله متكاتف علينا، المفروض اي جندي برا تجيبهم، ما خصانا تجيب الجنود حقنا تجيبهم، قال لك يعني احنا قول لهم توقفوا الناس دي من السلاح، ما يدخلوا سلاح، ما وقفوا السلاح 48 ساعه انا بسحب جيشي، الكلام ده ما الفوش ناس، انت الناس دي اشتروه منك واحنا ما عارفين، لو اشتروه كلمنا قول لنا والله الناس دي دفعوا خلو رجل، قسما بالله العظيم لو اشترون ودفعوا خلوا رجل كلمنا قول لنا والله الجيش ده انا بعته واستلمنا القروش، والله العظيم اطلع كلمنا عادي قول لنا والله الجيش كون ده انا بعته ما من حقه يرجع الان، عشان احنا نعرف ونعرف البينه ونعرف العلينا،
نعرف اللي بعناه والما بعناه، نعرف المستلفين مننا استلاف والشالون هاي، ادونا بدل خلوريجي، ادونا بدل طرابيزة، ادونا بدل جنانيتر، ادونا بدل، ورينا بس الحاصل، ورينا الحاصل، لانه شباب ديل 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 حرام علينا. لما الشباب زي ديل يقعدوا في السجون وهم كل ذنبهم بيدعموا الجيش وانت قاعد تتفرج، قاعد تتفرج ولا عملتوا حاجة، تبقى دعيب علينا، تبقى دعيب، معناته انتوا رضيانين. احنا قبا كده حصل الشيخ اللمين ده مش اشتكانا برا، اشتكاني انا برا، ومثل انه عنده ضابط في بورسودان وقال لهم دارين نجيب السلام، واحترف لي ناس قال لهم انا اللي عملت في بسيوني كده، وجيت وكرمتوه، فاكرين انا يوم من انا حقي ما بخلي حقك، وانتوا دارين ما انا حقي ما بخلي، انا حقي ما بخلي، انا الا ربنا يشيل ما انتوا، لكن انا عايش في الدنيا دي حقي ما بخلي، ده ما حق، انتوا فاكرين بالتمثيليات دي وكان مناي، انتوا كده بتسقطوا في نظرنا، لاننا نحن عارفين انه شنو، نحن عارفين انه انتوا ما عارفين، عارفين معناته انتوا شركاء معاه، معناته انت يوم من الايام انا ما بعدك ذاته بني ادم، لانك انت شريك ده، لانه احنا عارفين عمل شنو، وقف ضد الدولة كيف، وقف ضد الجيش كيف، كان دائما احنا عارفين، انت ما عارف عارف، لكن لانكم كلكم جواكم واحد واحد، عشان كده الان في حرب، مفروض تتحرك، مفروض الناس دي يطلعوا، مفروض الناس دي يطلعون، يا يطلعون الان يا تسحب جيشك، ده اللي بنعرفه، ما سحبته انت تمش بعد كده، تمش غير مأسوف عليك، وانا متاكد الان الراي العام كله حيقول تمش، قسما بالله العظيم الراي العام كله حيقول تمش، ودي الحقيقه، يا تجيب الجيش ترجعه والناس دي يطلعوا يا برهان تمش، لانك لا شكلت حكومه ومقعد لنا كفيل بيدمر في بلدنا وعلاقات ما قطعتها وكلام فاضي كله ما عنده اي قيمه. الان جا وقت الحق، الان جا وقت الحق، وبقت الحرب واضحه وبقى الشغل واضح، النازل بي سي وكل حاجه، واعلامهم شغال فينا القرف، واعلامهم بيقول واي حاجه شغالين، وبيهددوا كمان وبيطاولوا، بعد كده بقت واضحة، يا تدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة وتطلعوا لنا الفيديوهات نشوف الحرامية بتاعنا القحاطة وهون جوا الإذاعة، ونشوف الجنرالات اللي كانوا معاهم جوا الإذاعة، يا إما الشغلة دي أنتوا طابخينها، ده الكلام اللي بنعرفه وده قولنا، أنتوا قولوا قولكم، الله يديكم الصحة يديكم العافية بإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء أبى من أبى، وبكيفنا ما بكيف.